لقاء مشاهدينا متابعينا الكرام، بكل الحاضرين، بكل عشاق الرياضه، بكل متابعي شاشه دبي ريسنج في هذه الانطلاقات تحفه الميادين المرموم في تحديات وتدشين بدايه هذا الموسم الجميل. نسير مع الجعدان المحليات الاصايل اللي جايه وشعارات أصحاب سمو الشيوخ على ظهورا في شوطنا السابع الذي تعلن بداية انطلاقته، لنشاهد كذلك حماس في هذا الشوط وأثاره جميلة ما بين الجعدان المحليات. العودة مباشرة والمسار إلى مقدمة الشوط، التنافس باين والسيطرة في هذه اللحظات اللي هو عاني على رأس حربة هذا الشوط. يقود المشاركين تعود ملكية الاسم الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن علي بنواس في تضميره، بينما ياتي في المركز لسمو الشيخ المر بن مكتوم اللي هو مرعد مبعد لسمو الشيخ المر بن مكتوم. المكتوم يضم رسيف بن احمد بن خريده، بينما المركز الثالث في هذه اللحظات ياتينا اللي هو هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. محمد بن سعيد بن مروشد يتابع التضمير هناك. المركز الرابع، هذا في المركز الرابع لشاهين لسمو الشيخ محمد لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن سيف بن لاحج الهاجري في تضميره. والمركز الخامس في هذه اللحظات ياتي يتولى هذا الشوط في تنافس متعب المضمرين. محمد بن سعيد بن مروشد يتولى تضميره وتدريبه والعناية به في هذا الانطلاق، بينما المركز الثاني اللي هو سلهود من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير في تضميره. هناك من الجانب الآخر سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. عبد الله بن ثعلب الهايري في التضمير والعودة إلى المقدمة، وهذا هو هملول. هذا هملول مسيطر ويقود المشاركين لينهي هذا الشوط بناموس وبفوز مستحق في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على هذا التألق الجميل وهذا الشعار الحاضر دائما. تهانينا لمتعب المضمرين محمد بن سعيد بن مروشد على هذا الفوز، بينما المركز الثاني سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. وصل في المركز الثالث الكاسبي لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم. المركز الرابع لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. والمركز الخامس الهود من هجن العاصفة. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام وصول الخمس المراكز على هذه الانطلاق وهذا الأداء الجميل. العودة إلى التوقيت الزمني، وهذا هو هملول على شاشة التلفزيون الإعادة لتوقيته في الأربعة كيلومترات، قطع المسافة في 6 دقائق 17 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا لمحمد بن سعيد بن مروشد، بينما وصل في المركز الثاني. المركز الثاني